بمناسبة اليوم العربي للحد من الكوارث الطبيعية، أحيت مديرية الحماية المدنية بولاية شلف المناسبة بدار الثقافة بإقامة معرض مع مختلف الشركاء والقطاعات، وهذا بعرض مختلف الأجهزة. كما كانت الفرصة أيضا للمهتمين بإقامة يوم دراسي حول سبل الحد من مخاطر هذه الكوارث الطبيعية. تحيي الجزائر اليوم العربي للحد من الكوارث الطبيعية الذي أقرته جامعة الدول العربية بتاريخ 21 مارس من كل سنة، وبإعازة من وزارة الداخلية والجامعات المحلية. مندوبية الوطنية للأخطار الكبرى قامت مديرية الحماية المدنية لشلف تحت إشراف سيد والي الولاية بتنظيم أسبوع توعوي تحسيسي لفائدة مختلف شرائح المواطنين. هذا اليوم هو يوم تضمن هذا الأسبوع عدة نشاطات، نذكر منها حصص إذاعية وإلقاء محاضرات والتقاءات بمجتمع مدني، كذلك تحضير مناورات تطبيقية لها محاكاة للأخطار التي تتعرض عليها الولاية، كذلك خرجات ميدانية تحسيسية لمختلف شرائح المواطن في ساحات عمومية. يهدف هذا اليوم إلى أهداف التي سطرتها الجزائر عندما أمضت كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحد من الأخطار الكبرى، والتي أهم بمبادئها هو إشراك المواطن فيما يدور وفهمه فيما يدور حوله من الأخطار، كذلك العمل على فهم طبيعة هذه الكوارث، كيفية حدوثها وكيفية التصدي لها وفق دراسات علمية مدققة، كذلك وضع تأهب وجاهزية مختلف الشركاء للتصدي لهذه الكارثة، كذلك مواكبة ومسايرة التكنولوجيات الجديدة والاختراعات التي يمكن أن تساعد جميع الأطراف في تدخلاتهم. هذه الأهداف تتماشى والسياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية في التحدي لهذه الأخطار، ولتعيش بلاد الجزائر في أمن وأمان دائمين إن شاء الله. قمنا بعض الشروحات فيما يخص شبكة التوزيع، شبكة النقل، ما هي المسافة القانونية التي الواجب احترامها، لأن هناك قوانين تنظيمية اللي تنظم الأروقة، مسافة الأمان للمنشآت الطاقوية المنصبة على مستوى الولاية. احنا نقولوا على مستوى الولاية وعلى مستوى كامل التراب الوطني، لأنه مرسوم تنفيذي، والمرسوم التنفيذي هو المحدد للمسافات القانونية الواجب احترامها في حال تشييد البنايات. بالإضافة إلى ذلك كذلك قطاع الطاقة ممكن يجدر في الذهن يقولوا ما هو علاقة القطاع بهذا اليوم العالمي ولا اليوم العربي. احنا بصفتنا قطاع حساس، خصوصا عند تسجيل اي حرائق على مستوى الولاية، ولا يمكن تدعيم هذا التدخل، يعني الفرق المتدخلة من حماية مدنية ومن شاحنات ومن عتاد وكذا، ندعمهم بمادة الوقود، لأنه ما يمكنش لهذه الآلات والعتاد المتدخل باش يخلي المكان الذي يقوم في التدخل فيه ويروحوا يعمروا ليسونس ولا كاربيرون، لازم يكون ديسبونيبل في هذاك المقر بالذات كما صارت العادة. يعني مديرية الطاقة في هذه الحالة تقوم بالتنسيق مع مديرية نفطال الوقود من أجل توفير صهاريج الوقود في المكان التدخل، يعني في مكان التدخل دون أي عناء للحصول على مادة الوقود في مكانها وفي مكان التدخل. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.